ممنوع اخويا يدخل هذا بلازم، تكونوا بجوج. يعني ايه بجوج؟ كابلز. لا ده عندها. طب هما بيعملوا ايه عندها؟ ده حتى زمانها نامي. ده شنبك؟ لا ده شنبك اخويا الصغير، باخده معايا في المشاوير القصيره. اخواتك من اسكندريه وعايزين ندخل. حقيقة المصريين لما بيخشوا عندنا بيعملوا لنا مشاكل. ما المصريين برضه لما بيدخلوش بيعملوا مشاكل. ده بقى بتاع اخويا الكبير، باخده معايا في المشاوير الكبيره. طب اسمع افندي، العركه لو ابتدت انت واخواتك هتزعلوا. مين بقى اللي هيزعلني انا واخواتي؟ انتوا الاثنين؟ لا مهدي بيه. الله، انتوا طبعا مهدي بيه؟ طب ما تقولوا كده من الصبح، طب ما انتوا كده بجوج. اهلا وسهلا، المكان جوه كله مصريين، انا ببدا دخول المغاربه. يا مرحبا، يا اهلا وسهلا، اتفضل اتفضل يا فندم، اهلا وسهلا. مش زكريا اخوك جاي؟